السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض سلسلة حل امتحانات منهج سنة أولى إعدادي الترم الأول. معانا مجموعة من الامتحانات من كتاب المعاصر A Week is Enough صفحة 58. هنبدأ دلوقتي بإحدى إدارات محافظة الدقهلية. هنحل مع بعض مجموعة من الامتحانات النهاردة. زي ما تعودنا السؤال الأول listen، الأفضل أقرأ السؤال والاختيارات، وبعد كده لما يجي الماستر يقول لي نص الاستماع اكون على طول عارف الاسئله والاجابات بتدور حوالين ايه فاختار بسهوله. طب تعال نشوف كده. listen and choose، استمع واختار. the correct answer، الاجابه الصحيحه. from A B C or D، من الاربع اختيارات. what is Alice's Adventures in Wonderland، يعني ما هي مغامرات أليس في بلاد العجائب. طبعا خدنا قصة بعنوان أليس في بلاد العجائب، فدي بتسهل لي ان هو جايب لي نص استماع من قصة خدناها في المنهج. بيقول لي مغامرات أليس في بلاد العجائب، هل هي A Children's Story، يعني قصة أطفال؟ طبعا دي الإجابة الصحيحة، بس احنا مش هنختار غير لما نسمع نص الاستماع. أو A Men's Book، كتاب الرجال، ولا A Magazine، مجلة، ولا A Newspaper، جريدة. هو هيلبس أليس، مين اللي بيساعد أليس؟ هل هو أكاو بقرة، ولا أرابت أرنب، ولا أكوين ملكة، ولا أكات قطة؟ What is Alice like؟ يعني إيه وصف أليس؟ هل هي بور فقيرة، ولا weak and unkind، ضعيفة وغير طيبة، ولا brave and clever، يعني شجاعة وماهرة، ولا slow and sad، بطيئة وحزينة؟ What kind of people does she meet there؟ إيه نوع الناس اللي قابلتهم هناك؟ بورينج، هل هم مملين، ولا انترستنج، هل هم شيقين، ولا بور، هل هم فقراء، ولا ريتش، هل هم اغنياء؟ هقرا مع بعض نص الاستماع ونحله. Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story، بالظبط قصة أطفال مشهورة. Alice meets a lot of interesting people، يعني هي بتقابل الكثير من ايه؟ الناس الشيقين. يا مستر ليه مش بالترتيب؟ على حسب نص الاستماع، ممكن تجيب لي أربع أسئلة، أول سطر بلاقي فيه إجابة الأول، تاني سطر بلاقي فيه إجابة السؤال الأخير، فلازم أكون الأفضل قاري الأسئلة الأول. أوكي؟ lots of interesting people. she is brave and clever. أدي brave and clever. a cat helps her. هنا a cat helps her. to find different places and characters. ده بالنسبة للسؤال الأول. سؤال الليسن يفضل نقرا الأول الأسئلة والإجابات، ولما أجي أسمع نص الاستماع الموضوع بيبقى سهل. السؤال الثاني، complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. كاظم is talking about his trip، بيتكلم عن his trip، رحلته. طبعا دي محادثة، لازم اعرف حل السؤال، اكون السؤال، اعرف اجاوب على السؤال، وان شاء الله هنزل فيديو شرح المحادثة بالتفصيل ازاي تكون السؤال وازاي تجاوب عليه. آسر، what are you doing now؟ بتعمل ايه دلوقتي؟ قال له I am looking at نقط of my trip، انا بنظر الى نقط رحلتي. قال له photos of your trip، يبقى الإجابة سهلة. I am looking at photos، أنا ببص على صور of my trip، رحلتي. قال له صور رحلتك. where not you go، قال له I went to Paris، يبقى where did you go، هنا ما دام الإجابة في الماضي يبقى where did you go، رحت فين؟ قال له رحت باريس. قال له what places do you visit، what places يعني إيه الأماكن، did you visit اللي زرتها، لازم أكون عارف أماكن سياحية في باريس، عشان مش هينفع مثلا في باريس اقول له الاهرامات، الاهرامات دي في مصر، ممكن اقول اي فيزيتد ذا ايفل تاور، انا زرت برج ايه؟ ايفل. قال له وات ديد يو نو اتزير؟ قال له اي بوت، ما دام اي بوت يبقى وات ديد يو باي، ماذا اشتريت هناك؟ قال له اي بوت سام سوفينيرز، اشتريت هدايا تذكاريه. قال له كان اي سي ذيم، ممكن اشوفهم؟ قال له يس. Here they are، هم، اتفضل شوفهم. المحادثة مهمة جدا ولازم أخلي بالي منها، عليها 5 درجات، هنا طور، ولازم أقرأ السؤال كويس وأقرأ الإجابة وأشوف الكلمات اللي ناقصة، ممكن يبقى كلمة ناقصة أو أكتر من كلمة. السؤال الثالث صفحة طبعا 59 59 من كتاب A Week is Enough، كتاب المعاصر. Read the following passage، اقرأ القطعة التالية، then answer the questions، وأجب عن الأسئلة. The river Nile، نهر النيل، is very important for all Egyptians، مهم جدا لكل المصريين. It's the longest river in the world، أطول نهر في العالم. Some use it، البعض بيستخدمه. إدي عادة على نهر النيل، to catch fish، عشان يصطادوا السمك. Others use it،
آخرون بيستخدموا to travel in small boats لكي يسافروا في قوارب صغيرة. But ولكن the most important thing أهم شيء is that we use the Nile إن إحنا بنستخدم النيل for irrigating لكي نروي our lands أرضنا. Once a man said ذات مرة رجل قال the Nile is the true friend of the farmer إن نهر النيل هو الصديق الحقيقي للفلاح. So we need to keep its water clean لذلك يجب أن نحافظ على مياهه نظيفة. Bad people الأشخاص السيئين through rubbish بيرموا القمامة and dead animals والحيوانات الميتة in the Nile في نهر النيل. All those people كل أولئك الناس should be punished ينبغي أن يتم معاقبتهم. What is the main idea of the passage الفكرة الرئيسية للقطعة أقول the river Nile نهر النيل يبقى اختار الفكرة اللي تتكلم عنها القطعة ما ينفعش اختار فكرة محددة أو فكرة الفقرة أنا بتكلم على فكرة القطعة عموما. Why should bad people be punished لماذا ينبغي على الناس السيئين أن يتم معاقبتهم أقول because they through rubbish لأنهم بيرموا القمامة and dead animals والحيوانات الميتة in the Nile في نهر النيل. Do you think هل تعتقد the Nile is important النيل مهم؟ Yes I think so أعتقد ذلك. قال لي why ليه أو why not ليه ما لا طبعا هقول ليه عشان قلت أعتقد ذلك. طبعا احنا اتكلمنا عن القطع وقلنا ان المهم جدا بنصطاد منه السمك في ناس بتسافر عليه لكن أهم شيء بنستخدمه للرايل أرض يبقى because we use it احنا بنستخدمه ل for irrigating our lands لرأي أرضنا. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة أسئلة اختياري على القطعة. The underlined word it it هنا عايدة على إيه؟ قال لك بنصطاده منه يبقى the Nile النيل. The Nile is a true friend النيل هو صديق حقيقي to the farmers أكيد للفلاحون. The word rubbish means هنا rubbish معناه litter الاتنين بمعنى قمامة. السؤال الرابع choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B or C or D من الأربع اختيارات. What is the language of Arab countries لغة الدول العربية تبقى Arabic اللغة العربية هي لغة الدول العربية. My mother always cooks what food أكيد delicious food تطبخ طعام لذيذ. He plays the piano هو بيعزف على البيانو in a famous band في فرقة موسيقية مشهورة. ونكمل صفحة 60 صفحة 60 من كتاب المعاصر A week is enough. You should keep your password secret أكيد لازم الباسورد يبقى سر. كريم has a note before he goes to bed كريم has بيقول لي إيه يا ترى أسناك وجبة خفيفة مفيش غيرها. كاس القلعة ما تنفعش بالجراس ما تنفعش ليك بحيرة ما تنفعش بياكل وجبة خفيفة قبل ما ينام. محمد صلاح has got note here يبقى curly hair. حبيبة مرزوق نقط for 5 or 6 hours every day يبقى ترينز بتتدرب لمدة 5 أو 6 ساعات كل يوم. This is my aunt دي خالتي أو عمتي يبقى اسمها أمل يبقى her name. Her name يعني اسمها ما ينفعش his عشان his دي بمعنى اسمه هو. Hers دي ملكها أنا عايز صفة ملكية مش عايز ضمير ملكية. الصفة بيجي وراها اسم الضمير ما بيجيش. شي بمعنى هي أنا مش عايز ضمير فاعل يبقى her name. Look انظر انظر دي كلمة من كلمات المضارع المستمر حاجة بتحصل دلوقتي يبقى عادل is working ما المضارع المستمر بيتكون من am او is او are والفعل مضاف له اي ان جي هنا are ما تنفعش عشان عادل مفرد يبقى is working. نادر has got a wheelchair نادر عنده ايه كرسي متحرك لانه هو مش بيقدر يمشي يبقى because he cannot walk very well مش بيمشي كويس عنده مشكلة. سؤال خامس read and correct اقرأ وصحح the underlined words الكلمات اللي تحتيها خط. عمرو shouldn't drink too many fruit juice العصير لا يعد تبقى much فود ما يشربش الكثير من عصير الفاكهة. أحمد likes watch لا likes watching likes بيجرى الفعل فيه ing. You are very good of playing tennis لا good at
انت كويس في لعبة التنس، يبقى good at جيد في شيء. What do you have for breakfast yesterday؟ yesterday امبارح، يبقى ده ماضي، يبقى did. السؤال السادس، اكتب موضوع من 80 كلمة على اجازتك. طبعا لازم اكتب العنوان في نص السطر، my holiday، اجازتي، بين علامات تنصيص، اسيب مسافة في اول سطر، الحرف الاول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. انا بتكلم عن الاجازة، ممكن اتكلم عن اجازتي مثلا السنة اللي فاتت، انا رحت فيها اسكندرية، عمت في البحر، زرت المعالم السياحية زي مكتبة اسكندرية وقلعة قايتباي، تمتعنا بالهواء بالجو. اكتب موضوع متكامل، وان شاء الله هنزل فيديو شرح الباراجراف وكمان كيفية تكوين الجمل، ايه هي شروط كتابة الباراجراف، ونكمل مع بعض الامتحان اللي وراه. محافظة البحيرة إدارة المحمودية التعليمية، زي ما اتفقنا إن السؤال الأول listen and choose the correct answer، اقرأ واختار الإجابة الصحيحة. هرى الأول السؤال والإجابات وبعد كده أسمع نص الاستماع، في الموضوع يبقى سهل جدا. Egypt and Sudan are in، مصر والسودان هل هو في إيجيا في آسيا ولا أفريقيا؟ أفريقيا ولا يوروب أوروبا ولا أمريكا؟ طبعا السؤال مجاوب نفسه، هم أكيد في أفريقيا، بس لازم أسمع نص الاستماع. Arabic is a نقط، هل هو language اللغة العربية، هل هي لغة ولا country دولة ولا city مدينة ولا place مكان؟ طبعا هي language. All Arab countries، كل الدول العربية speak، بيتكلموا نقط English لغة إنجليزية ولا French لغة فرنسية ولا German ألماني ولا Arabic؟ أكيد Arabic. نقط is in Asia، اللي موجود في آسيا، هل Egypt مصر؟ لا طبعا. موروكو المغرب؟ لا طبعا. عمان؟ أكيد عمان. سودان؟ لا طبعا. يبقى القطعة أو الاسم ده سهل جدا، لو أنا عندي معلومات هقدر أحلها، لكن نسمع نص الاستماع ونحله مع بعض. Egypt and Sudan are in Africa، يبقى رقم واحد أفريقيا زي ما قلنا. But عمان is in Asia، بس عمان في آسيا. جميل. The Arab countries، يعني هم دول إيه؟ عربية. They speak Arabic، Arabic is a great language، يبقى speak إيه؟ Arabic. و Arabic is a great language، اللي هو عظيمة. يبقى ده السؤال الأول، فالأفضل نقراه الأول، هتلاقي الموضوع سهل جدا، وبعد كده نسمع نص الاستماع. بالنسبة للسؤال التاني، محادثة، نقرا المحادثة مرة واتنين ونبدأ نحله. Complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. عادل is at the supermarket، عادل في السوبر ماركت. عادل، هلو هاو ار يو، أهلا كيف حالك؟ قال له هلو فاين ثانكس، أهلا بخير شكرا. هاو كان أي نوت يو، قال له have you نقط تشيز؟ قال له yes we have got some. how much do you want؟ قال له نقط half كيلو. قال له نقط you are؟ قال له how much does it cost؟ قال له it نقط. قال له thanks a lot. قال له you're welcome. يبقى في واحد وبيع بيشتري حاجة، يبقى هلو how are you؟ قال له fine thanks. how can I help you؟ يعني أي خدمة أساعدك إزاي؟ قال له have you got، جبناها منين؟ أدي got أهي، هل عندكم جبنة؟ قال له yes we have got some، عندنا البعض. how much do you want، عايز قد ايه؟ قال له I want half كيلو، نص كيلو. هنا برضو want، يو تحول لاي، يبقى I want انا عايز. قال له here you are، اتفضل. قال له how much does it cost، كم تكلفته؟ it costs، بيتكلف 30 باوند 30 جنيه. قال له شكرا. قال له يور ويلكم. يبقى المحادثه لازم اقراها مره واتنين واحدد الافكار، وخلي بالنا لازم، احنا مثلا خدنا 20 امتحان، لازم ناخد 20 محادثه نعرف افكار كل محادثه، ونعرف طريقه السؤال وطريقه الاجابه، والافضل كمان احفظ اسئله كتير. لما مثلا اقابل حد اقول له ايه؟ اقول له مثلا هاو ار يو، لما يرد عليا، لما اعرض على حد المساعده اقول له ايه؟ لما مثلا اقول له اتفضل اقول له ايه؟ لما اقول له شكرا اقول له ثانكس الوت، لما هو يرد عليا شكرا اقول له يقول لي يور ويلكم. يعني احفظ دي. المحادثه صعبه؟ لا طبعا مش صعبه، محتاجه اعرف طريقه السؤال وطريقه الاجابه عليه، واحفظ مجموعه كبيره جدا من المحادثات، هنلاقي الموضوع سهل. وده طبعا صفحه 61، 61 من كتاب المعاصر. ونكمل صفحة 62، 62 بيقول لي read the following passage، اقرأ القطعة التالية، then answer the questions، وأجب على الأسئلة. Every morning، كل يوم الصبح، children from a far village، يعني الأطفال من قرية بعيدة، cycle، بيركبوا الدراجة، بيركبوا إيه؟ الدراجة. to school، للمدرسة، it is a cheap and healthy way، هي طبعا طريقة صحية ورخيصة. to travel، للسفر، they can always arrive on time، دايما بيسافروا في الوقت المحدد. it is also hard for children، طبعا أيضا صعب للأطفال، who live next to the lake، اللي بيعيشوا
بجوار البحيرة in Uganda. Their school is on the other side. يعني مدرستهم على الجانب الآخر. Of the lake للبحيرة. So they don't walk to school. مش بيمشوا للمدرسة. أما ليه بقى؟ They go on a canoe. بيركبوا قارب. It takes them. يبقى إيه دي عايدة على القارب. بياخدهم to school للمدرسة and home again. والبيت تاني every day كل يوم. In winter في الشتاء there is a lot of snow. يوجد الكثير من التلج in the USA في الولايات المتحدة الأمريكية. So the children لذلك الأطفال travel to school in a snowmobile. بيسافروا إلى المدرسة في السنو موبايل. دي عربة مخصصة لنقل الطلاب في الأماكن اللي فيها تلج كتير. يبقى السؤال الأول answer the following questions. أجب على الأسئلة الآتية. Give a suitable title for the passage. ادي عنوان مناسب للقطعة. أنا بتكلم هنا إزاي الأطفال بيروحوا المدارس. في ناس بيركبوا دراجة، في قارب، في سنو موبايل. يبقى how do children go to school أو go to schools. إزاي بيروحوا للمدارس؟ Do you think؟ طبعا أي عنوان مناسب بس يكون شامل القطعة. هل تعتقد it is useful؟ من المفيد to go to school on a bike؟ إن أنت تروح للمدرسة عن طريق دراجة؟ هقول له yes. I think so. Why ليه؟ لو أنا كنت قلت لأ كنت أقول ليه لأ. طب هنا أقول ليه؟ Because it is healthy. لأنها صحية أكيد ما بلوث البيئة وبعمل تمارين. Why do children in the USA use a snowmobile in winter? ليه الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بيستخدموا snowmobile in winter؟ أقول because لأن there is يوجد a lot of snow الكثير من التلج. The verb cycle means اختياري على القطع. كلمة cycle يعني إيه؟ go by bike. The underlined pronoun it. It عايدة على إيه؟ أكيد والي بتاخدهم إلى المدرسة والبيت تاني كل يوم. هو بيتكلم عن القارب يبقى كانوا. They use a snowmobile. بيستخدموا snowmobile فين؟ في أمريكا اللي هي USA. السؤال الرابع اختياري. Your mom or dad's brother. يعني أخو أمك أو أخو أبوك، عمك، أنكل على طول. And what has no mother or father. من اللي ملهوش أب ولا أم؟ الأورفان اليتيم. طب ليه مش اورفانيج؟ اورفانيج يعني ملجا الايتام. ملجا ايه؟ الايتام. يبقى اورفان. حبيبه هاز نو تايم تو لوز. حبيبه ما عندهاش وقت تضيعه. شي از اولويز بيزي. دايما مشغوله. اسنسيبل بيرسون يعني الشخص العاقل. ميكس جود ديزيشن. بياخد قرارات حكيمه. نوت از نوت ا كوكينج فيرب. انهم الاربعه دول مش فاعل للطبخ. طبعا ستير يقلب لا. في الطبخ بقلب. اد بضيف اه. بويل اغلي اه. لكن بودنج لا بمعنى الحلوى. My family نقط a picnic in الازهر بارك yesterday. يعني عايز اقول عيلتي قضت اجازة في حديقة الازهر امبارح. يبقى هات. In the USA في الولايات المتحدة there is a lot of نقط in winter so they use a snowmobile. يبقى في الكثير من ايه؟ سنو من التلج. عشان كده بيركبوا السنوموبايل. My father أبي has a red shirt. عنده إيه؟ قميص لونه أحمر. But not is blue. ولكن not is blue أكيد mine. ولكن اللي ملكي بيكون لونه إيه؟ أزرق. ما ينفعش هيرز ملكها ولا هيز ملكه ولا زيرز. يبقى أنا بتكلم إن أبي عنده قميص لونه أحمر ولكن اللي ملكي لونه أزرق. All my brothers and sisters يعني كل الولاد الإخوات والبنات not dark curly hair. هنا ده جمع يبقى زي. زي بيجي مع ايه؟ have got. زي بيجي مع have got. مصطفى loves بيجراها ing يبقى doing. art at school. السؤال الخامس read and correct the underlined words يعني اقرأ وصحح الكلمات. My brother does his homework at the moment. at the moment ده مضارع مستمر يبقى is doing. مضارع مستمر ام و از ار و اي ان جي. وهنا ماي براذر مفرد تبقى از. ذا بيتش وير فار فروم سايدز هوم ووز عشان الشاطئ مفرد. ذا منز شيرتس لا طبعا انا بكتبها كده منز شيرتس. اوكي هنا من بمعنى رجال عايز احط لها ابوستروفي اس. بحط لها ابوستروفي اس عشان الكلمه لا تنتهي باس حتى لو كانت جمع فحط لها ابوستروفي اس. هي اولويز از لا هي از اولويز هو يكون دايما سعيد. السؤال السادس اكتب موضوع من 80 كلمة على رحلة الاسكندرية. بكتب عنوان في نص السطر
بسيب مسافة أول سطر، الحرف الأول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب، بكتب جمل بسيطة أو مركبة أو معقدة، أروح على علامات الترقيم. إن شاء الله هنزل لكم فيديو شرح الباراجراف بالتفصيل، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وأسيب لكم في صندوق الوصف قائمة تشغيل فيها الامتحانات، وقائمة كمان فيها حل تدريبات كتاب المعاصر، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.